طبعا ده ما كانش في 2011، كان المخطط بتاعهم بعد كده بكتير. بس جت 25 يناير والشباب نزلوا فغيروا الخطة وعادوا حساباتهم وركبوا عليها. يعني تخيل مصر والوطن العربي اللي هيتحكم فيه أجهزة استخبارات من بلاد تانية. الجماعة دي من أول ما بدأت أمورها مريبة، فكرهم قائم على نشر الفتن والنزاعات الطائفية. وأنا يوم الشهادة إن شاء الله هتسمع حاجات غريبة عن موضوع نشر الفتن واللي كانوا ناويين يعملوه. أنت فاكر الإخواني صبحي صالح اللي قال اللهم أمتني إخوانية؟ أيوة فاكره طبعا. إيه ديانة جديدة دي؟ الظاهر فعلا هم عملوها ديانة جديدة. طيب انا مش هعطل حضرتك اكتر. احمد بيه انا سعيد جدا، انا جدا أنا شفتك النهارده. شكرا، خد بالك على نفسك ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. شوفوا بقى احبابنا في الله، انا بصراحه امبارح ما نمتش، قاعد افكر في موضوع مبروك ده، عمال اجيبه كده واجيبه كده. وبصراحه بقى يعني لقيت انه ايه يا عم، انت هتاخدنا في الكلام ولا ايه؟ عاوزك بس قبل ما تقول قرارك تمسك الشيك ده. لقيت لك فيلا والله العظيم احلى من دي، ولقطه ب 2 مليون بس من حد حبيبي، قلت دي بتاعت اخونا عويس، فعلى طول عملت لك الشيك بتاعها. عايزين نبقى جيران بقى؟ هنبقى ان شاء الله. شايف الاخوه هنا بيفكروا فيك ازاي؟ ومين قال ان انا ما بفكرش فيهم؟ انا جاي طول السكه وعمال اقول للحبايب حضروا الهديه وفكوا السره، وعشان كده انا جاي ومحضر لهم معايا كل اللي طلبوه. عنوان مبروك، نمرة عربيته، مكان شغله، خط سيره، وأي حاجة تانية يحتاجها الحبايب رقبتي للحبايب. بس فكنت عايز أخد بقية اليوم النهاردة أجازة علشان أخيراً جننت وقررت أروح أقرأ فاتحة. أوه مبروك يا شو. الله يبارك فيك يا فندم. دي خطوة كنت المفروض تاخدها من زمان، معرفش أنت اتأخرت ليه كده. والله يا فندم قعدت اتلقلق رايح جاي رايح جاي لحد ما القدر عملها معايا فجاه، يعني حاجه قدريه كده، انت لازم تتجوز، دي جت كده. بقول لك ايه، لو زهقت منها بوديك مأمورات بايدها شويه، مش مشكله خالص يعني. اصيل يا فندم، الجدعه دي كلها اوبشن حلو برضه. زحس 50 شاي. حاضر يا فندم. حاضر حاضر. المدام عايزنا اخلعك، هطلعك مأمورية. مدام ايه يا يوسف، طلبه جامعه الازهر قاطعين الطريق وعاملين شغب. اخبارك يا سيف؟ صليت العشاء؟ صليت الحمد لله. طب تمام، يا بقى كملي. بس زي ما اتفقنا، لو كدبت هعرف، ولو عرفت انك بتكذب انا مش هكمل تحقيق معاك. انا قلت كل اللي عندي. قلت يا سيف؟ ماشي في المظاهرة اتحمست سخنت فتقوض عليك ده كلام، والمولوتوف اللي اتمسك في ايديك جه في ايدك فجأة. ساعدني عشان اساعدك. اللي مسكوك مولوتوف دول لو كانوا عارفين ان الطريق ده اخره جنة كانوا مسكوه هم، بس هم عارفين كويس قوي ان اخرة الطريق ده قعدتك هنا، عشان كده هم مستخبين وبيرموك انت. أنا محدش قال لي أعمل حاجة، أنا بعمل كل ده بنفسي. ماشي يا سيف، أنا همشي معاك للآخر، رغم إني عارف كويس مين اللي وراك ومين اللي اداك المولوتوف وفين، بس أنا عاوزك أنت اللي تقول، عشان لو حسيت إنك عيلت وتبت ده هيساعدك كتير أوي في القضية. أنا ما عملتش حاجة غلط، وعمري ما هندم اني بدافع عن الاسلام. طبعا هم فهموك ان الدوله كافره. ماشي، انت بتدرس فين؟ انت بتدرس فين؟ في جامعه الازهر. دوله كافره هتعمل جامعه ازهر فيها ليه؟
خليني اكلمك بلغتك. مين المسؤول بتاعك؟ انا خايف منه. ما تخاف، والله العظيم ما حد هيعرف انك اتكلمت خالص ولا يقدر يزيك. دي كلمه مني. ها احكي لي بقى اسمه ايه وبتتقابلوا فين؟ ما اعرفش اسمه الحقيقي، ساعات بيقول ان اسمه فوكس وساعات بيقول الدكتور. دايما في الاجتماعات بيبقى لابس زي قناع كده على وشه عشان محدش يعرف. مين كان معاك؟ ناس من سني معظمهم زمايلي. في الاول اختارني انا والناس اللي كانوا بيحموا المظاهرات، اختار مننا ناس وكان مسمينا النخبه. المسؤول بتاعي اسمه معتز. كنتوا بتتقابلوا فين؟ شقة معرفش مكانها. ماشي، سيبك من موضوع الشقة. كنتوا بتعملوا ايه بقى في الشقة دي؟ في الأول كنا بنتلقي النظري وشرعي وأمني. النظري ده اللي هو احنا بنعمل ايه؟ وايه المفروض يحصل؟ أول حاجة مهمة هدفنا. هدفنا هو محاربة الطائفة الممتنعة عن تطبيق شرع الله. ازاي ننهك الدولة؟ في هدف كان مسميها الإنهاك والإرباك. تاني حاجة وكمان كتب شرعية عشان نعرف احنا بنعمل كده ليه. طبعا الرصد، رصد تحركات الأهداف دي. والأمني، الأمني ده الدكتور كان بيعلمنا ازاي بنخفي الداتا على التليفون. التليجرام نزلتوه خلاص. ازاي نكتشف لو في حد ماشي ورانا؟ ده المكان الوحيد اللي هنتكلم عنه. ورقبة الطريق والأسامي الحركية؟ لا ده في الأول ما كانش فيه، بس بعد ما اتقبض على ناس مننا مع الوقت اتعلمنا حاجات كتيرة جديدة وبنتطور فيها. ليه؟ كل ده ليه؟ اللي حصل النهاردة ده كان مجرد بروفة. الدكتور قال إن الدولة لازم تدفع ثمن اللي حصل. قال لنا لازم كلكم تموتوا. بص على جنب هنا كده. عربيته ايه؟ ورايا كمان.